26 أوت 2007 أي من الرهيفي يسجل ثنائية في شباك الاتحاد المنسيري ضيف مستقبل المرسى ذلك اليوم. اليوم في مباراة الإياب بملعب مصفى بن جنات نفس اللاعب يمضي على الثنائية الثانية ليه في هذا الموسم ضد نفس الفريق ويمنح الفوز لناديه مستقبل المرسى. الحمد لله يا ربي، ثنائية في الذهاب وثنائية في الرتور، والله قاعد واحد يخدم فهمني وربي معايا، ونشكر اصحابي اللي عاونوني برشا فهمتي، بالاخص في الفتره هذيا. الحمد لله يا ربي اليوم عندي برشا ما ماركيتش، ثلاثه بارتيات اربع بارتيات، واليوم سجلت ثنائيه الحمد لله يا ربي. نرجع للمقابله، خالد فاضل يعود المباريات بعد غياب طويل عن البطوله التونسيه. ظهر لي اخر مباراه لعبتها نادي رياضي الصفاقسي وملعب التونسي، ظهر لي وقتها انتصرنا نادي رياضي الصفاقسي بعد البطوله العربيه. ان شاء الله زاد تكون عوده باهيه موفقه، وان شاء الله نفرحوا جمهور الاتحاد المنسيري. عنصر اخر جديد في قائمه الاتحاد هو البوسني اسكندروفيتش. I'm actually from the Bosnia. لعبت 6 سنوات في السويد. التحقت بالاتحاد المنستيري الان وباش نحاول نعطي كل ما عندي ونقدم مردود جيد. We will see after. سؤال طرح نفسه قبل بدايه اللقاء، هل ما زالت رباعيه الذهاب في اذهان اللاعبين؟ حلفنا الحظ يعني، وكنا حاضرين في اول الموسم وانتصرنا بنتيجه عريضه. اليوم حول يعني الظروف تختلف شويه، احنا والمستير يعني فرد كلاسمون براتيكمون. لا ما نحسبوش هكاك، اليوم ماتش عنده حقائق اخرى وفهمت سيناريو اخر، اليوم هذيك سي دو باسي، ونحاولوا اليوم نربحوا بغض النظر كلينا هربه قد كلينا، مش هذيك المشكل، اليوم لازمنا نربحوا كوت كوت كوت. اللحظات الأولى في المقابلة كادت تأتي بالجديد. عبد المجيد بن بلقاسم ينطلق في اتجاه المرمى، يسدد قوية لكنها بعيدة. أيمن الرهيفي يتلقى الكرة، يتوغل في مناطق الاتحاد، يراوغ خالد فاضل، الكرة تفلت منه، مهاجم المرسى يطالب بضربة جزاء. العملية هذه كانت بمثابة الإنذار للدفاع المنستير. مجد المسراتي من الاتحاد ينطلق في مناطق المرسى، يراوغ يحضر طارق عاشور، ينهي العملية بتسديدة خارج الميدان. في دقيقة 15 العملية تبدأ من اليمين، واحد اثنين بين بوقرة وبطار، يوزع أيمن الرهيفي في الاستقبال بين زوز مدافعين، لمسة رأسية على يمين خالد فاضل، 1-0 للمرسى. أهداف البطولة بعد كرة ملعوبة مليح بين كريم بنتال عبد الكريم. رد الاتحاد المنستيري كان سريع، بعد 5 دقائق مخالفة للاتحاد بقرع ينفذ أرضية على يسار طرابلسي والتعادل 1-1. هدف التعادل نزار بقرعة، أحكيت على قيمة التسديد بالنسبة هدف بهدف. وشاهدوا جيدا العملية هذه، محمد باباي سدد قوية العارضة ثم القائم، يصف خالد فاضل من هدف ثاني. الكرة عبد الكريم بوقرة، شوف التصويب باليمين تضرب في العارضة وتضرب في القائم. يعني نزول الأمطار على معاشب مصطفى بن جنات ممنع جماهير الاتحاد من مواصلة مساندة الفريق. في الوقت بدل الضايع من الشوط الاول نزار بقراعة يدخل مناطق المنسير، يدوغل، يتجاوز حافظ الجيتوني، يسقط، والاتحاد يطالب ضربة جزاء. هذه إعادة للعملية اللي انتهى عليها الشوط الاول. الشوط الثاني كان مغاير تماما من ما شاهدناه في الشوط الاول، ويمكن تلخيصه في 2 فرص لأيمن الرهيفي. الاولى كانت بمثابة الانذار مرة اخرى للاتحاد المنستيري، تسديدة قوية تمر بجانب المرمى. والفرصة الثانية وعلى نفس طريقة الهدف الأول، الرهيفي يستقبل كرة تسليم المحجبي بالراس على يسار خالد فاضل المرة هذه، والهدف الثاني لأيمن الرهيفي والثنائية الثانية لي هذا الموسم ضد نفس الفريق، والهدف السابع في هذا الموسم ليلتحق بمهاجم بنزرت بيانفونو في طليعة ترتيب الهدفين. وفرحة خاصة جدا لمهاجم المرسى كان هذا في دقيقة 80 من المباراة. سنتراج الاول من كريم بنتار على اليمين، سنتراج الثاني من سليم المحجبي، ولا تزامي طون قلت له سنتر بركه تو تشوف، اقسم بالله نمرك. الحمد لله يا ربي سنتراج صحيحه، كره في الشبكه طلع شورت، معناها مو قبل مارادونا وبيلي كي ماركي وطلع شورت ويعملوا هاك. الحمد لله يا ربي عملت اليوم. 10 دقائق من الوقت الاصلي وخمسه اضافيه ما مكنش الاتحاد المنسيري من العوده في النتيجه، ومستقبل المرسى يتمكن من هزم الاتحاد ذهابا وايابا. فما فرق اللي جاو 10 و15 فرصه في مقابله وما تدخلش الكره، وفما فرق جاهم فرصتين وثلاثه يجسموهم 100% و90%، لكن ما عاد رشيت اليوم تحس فما وقفه. الفريق صبر، معناها احنا اخترنا ان نقعدوا في ثلثين الميدان ونخليو ثلث نتاع الميدان الاتحاد المنستيري
والنفس الهجومي باقي متواصل مع المستقبل الرياضي بالمرسى. لعبنا بمهاجمين صريحين اللي هما باباي وايمن الرهيفي، وحتى التغييرات نتاعنا كانت تغييرات القدام ماهيش تغييرات التالي. بكل صراحه فاجئتك شي الخساره اليوم؟ ربما بكيفيه الاداء ربما ماهيش مفاجئ بكل صراحه، لان المنافس صبر وقف في الملعب سكر المنافذ وذا كنا كان منتظر. ربما اللي تفاجأنا به هو عامل الطقس اللي بصراحة صعب المهمة نتاعنا، ومعروف معناتها لما تكون الطقس بالكيفية هذه والأرضية رزينة باش يساعد الفريق اللي باش يحاول يغلق المنافذ باش يصبر باش يلعب على الهجمات المرتدة. نزيدوا على ذلك اللي جاتنا فرصة معناتها في أول دقيقة كانت ممكن معناتها نسجلوا فيها هدف. مجد المصراتي مشى مؤخرا الى المانيا الى فريق هيرتا برلين بالتحديد باش يقوم بالاختبارات، وهل انه فريق هيرتا برلين اتصل بكم ولا لا؟ رسميا ما اتصلش بنا هيرتا برلين، اتصل بنا معناها اجونس دو ريكروتمون دو جوار في المانيا، وان شاء الله نهار 5 جانفي يرجع لالمانيا ويبعثوا له معناها استدعاء رسمي يمكن يقوم باختبارات اخرى قبل معناها ما ربما يزيدوا المزيد تاكدوا. والله فما معناتها طرف يعيش في المانيا انت هو اللي معناتها كونتاكتالي مع الكيب هذه وبعثوا لي انفيتاسيون ومشيت هكا. قمت بالاختبارات غاديكا ومعناها كانوا فرحانين بيك؟ والله تريت نهارين معاهم عملت تيست في تيست وان شاء الله باش نرجع ان شاء الله سنة الانفيتاسيون الاخرى وكان فما حاجه ربي سهل فيها هكا. قديش طالبين انتم؟ احنا طالبين على ما لا يقل عن 600 الف دينار في اسره تونسيه هي. إذا كان لقينا معك أكثر مرحبا. أيمن كل صراحة تو شنو عرض النادي الإفريقي؟ مازال ما فهم شيء فهمني، كان فهم حاجة قلت لك كما قلت لك كنت نحكي لهم يمكن باش يتفاهموا مع المرسى، أما مازال ما وصلني حتى شيء أي جمعية اللي باش تتفاهم مع مستقبل رياضي المرسى خليها في يد الهيئة فهمني، كان فهم حاجة ربي سهل فيها. ما في بالناش وما عندنا حتى عرض وأيمن الرهيفي ولد المرسى ومازال حتى لتو وحتى الغدوة ولد المرسى ما عندنا حتى عرض في وسط التراف باش نتفاهموا مع العقد نتاعو. جدولوا العقد جدولوا العقد بعد 30